المرأة دورها أساسي. أنا ما أبغى أكون يعني متحيزة، لأن دائما يقولون يعني إنه فيمينيست وكثير متحيزة لقضايا المرأة، بس المرأة هي أرضية المجتمع، لأن هي الأم، هي اللي تربي، هي اللي تزرع الأفكار، هي طبعا هي النصف الآخر، بس هي مر يعني هي واجهة تحضر وثقافة أي أمة، أي سوسايتي، أي مجتمع. فأنا أعتقد ما بقول إن هي أهم من الرجل، بس أبغى أقول هي مراية تقدم السوسايتي، المجتمع اللي هي فيه. إذا تبين تشوفين المجتمع إيش كثر هو متقدم أو مثقف أو contemporary مثل ما نقول، تشوفين الحجم، المسؤوليات والصلاحيات اللي تعطى للنساء فيه.